اكتشف ترتيب برجك من الأبراج الأكثر ربحا إلى الأكثر خسارة في الشهور الأولى من عام 2021. بحلول العام الجديد 2021 يمكننا تصنيف الأبراج من الأكثر ربحا إلى الأكثر خسارة في الشهور الأولى من العام، ويرتبط هذا بمختلف جوانب الحياة سواء المهنية والعائلية والمادية والعاطفية. يساعدنا هذا الترتيب على تصحيح الأخطاء التي يمكن أن تنقلنا من ضفة الرابحين، وهذا هو ترتيب الأبراج من الأكثر ربحا إلى الأكثر خسارة في عام 2021. على رأس قائمة الأبراج الأكثر ربحا لعام 2021 برج الحمل. يعتبر مولود برج الحمل من الأبراج الأكثر ربحا على المستوى المهني والمادي، وقد يحظى مولود برج الحمل بالفرصة الملائمة له بعد مرحلة من المصاعب والمتاعب الكبيرة في السنوات السابقة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على حياته المهنية والعملية. ثانيا، برج الدلو. قد يبدأ مولود برج الدلو بعيش مرحلة من الاستقرار والتوازن على مختلف الأصعدة في حياته، وذلك بعدما شهد في السنوات الماضية الكثير من المعوقات، ومن الممكن ألا تناسبه بعض الفرص، لكن ليس عليه الشعور بالاستياء، بل من الأفضل أن ينتظر ويتمهل لبعض الوقت قبل أن يحصل ما يمكن أن يقلب حياة برج الدلو رأسا على عقب، ولكن بطريقة إيجابية. ثالثا، برج العذراء. لم يشعر مولود برج العذراء في المرحلة السابقة بالرضا، وهو ما يمكن أن يتغير في المرحلة المقبلة، وتحديدا في الشهور الأولى من عام 2021. وقد يقطف مولود العذراء ثمار جهوده السابقة والتي بذلها في وقت سابق، وقد يقوم بالخطوة الأولى على طريق الإنجازات الكبرى والتي ستغير حياته وتجعلها إلى الأفضل. رابعا، برج الميزان. مواليد برج الميزان لا يشعرون بالرضا، لكن هذا الشعور سوف يتبدل في الشهور الأولى من عام 2021. قد يحظى مولود الميزان بالفرصة التي انتظرها كثيرا على الصعيدين المادي والمهني، ولابد من أن يعرف أنه آن الأوان لكي يتنفس الصعداء ويشعر بالارتياح التام. خامسا، برج العقرب. يطمح هذا المولود إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، من الممكن أن يبدأ هذا بالتحقق في خلال المرحلة المقبلة، ولهذا يجب على مولود العقرب التحلي بالصبر قليلا، وأن يحرص على التعاون مع الأشخاص المحيطين به من أجل إتمام بعض النواقص التي تمنعه من تحقيق المزيد من التقدم. برج الثور. يمكن أن يكون مولود برج الثور من الرابحين في عام 2021، لكن بشرط عليه التخلي عن الانفعال في التعاطي مع المواقف، ومن المهم أن يتصرف بطريقة عقلانية، وأن يتمتع برزانة العقل، وأن يمتنع عن إطلاق الأحكام على الأشخاص المحيطين به من دون التعرف إليهم بشكل جيد. برج الحوت. على مولود برج الحوت أن يقوم بالمزيد من المبادرات لكي يضع حدا للخسارة التي منى بها في المرحلة الماضية، كذلك من المهم أن ينظر إلى الحياة بإيجابية لكي يتمكن من تغيير واقعه الذي اتسم في بعض الأحيان بالسلبية. برج الجدي. ليس على مولود برج الجدي
تأجيل القيام بأي خطوة من الخطوات المهمة في حياته، فقد يسبب مرور الوقت حدوث المزيد من الخسائر، وخصوصا على المستويين العائلي والمادي. إذن من الأفضل لمواليد برج الجدي أن يبدأوا بوضع الخطط من أجل تنفيذ مشاريعهم بطريقة واضحة ودقيقة، وبالتعاون مع أشخاص آخرين تثقون بهم، فهذا يمكن أن يشكل انقلابا مهما في حياة برج الجدي. برج الجوزاء يعتبر مولود الجوزاء من مواليد الأبراج الأكثر خسارة في عام 2021، وخصوصا على مستوى الحياة الزوجية، ويمكن أن يرتبط هذا بشعوره غالبا بالغضب وبرغبته في أن تسير الأمور دائما لصالحه. ومن أجل وضع حد لهذا الواقع عليه التخلي عن الأنانية التي يظهرها بين الحين والآخر، وأن يبدي استعداده للتعاون مع الجميع من أجل بناء حياة أفضل. برج السرطان، بحسب اللائحة التي تتضمن مواليد الأبراج من الأكثر ربحا إلى الأكثر خسارة، يأتي مولود السرطان في المرتبة الأخيرة، فهو طيب القلب، وهذا ما يجعله غالبا يخسر الكثير من الجولات في مختلف اتجاهات حياته، ولهذا عليه توخي الحذر في التعامل مع من يمكن أن يسخر طيبته لتحقيق مآربهم الخاصة، وهكذا يمكن أن تتغير رتبته ضمن الأبراج من الأكثر ربحا إلى الأكثر خسارة في عام 2021. نتمنى للجميع عاما سعيدا بإذن الله. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب، متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت، مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.